كل الاولاد عم بيروحوا بتمشي الاهالي بتمشي بدها مصلحة الاولاد الطلاب بالمدرسة بتلاقيها على حنين مستوى ظلها اربع سنين المدرسة بتعلى لفوق بفضل الله بفضل المدير بفضل زهير والمعلمين احنا بدنا ندعم هذه الإدارة وهذا المدير عشان ندعمهم لازم نوقف وقفة مشرفة وهلا نروح البيت والفرق انه هلا اشي بهمنا يوم الواحد ترجع المدرسة عادي وان شاء الله بنخبركم ايش مشينا لقدام